عن الأناقة لا يقتصر على السيدات فقط، بل يشمل الرجال أيضا. فربطة العنق مثلا تعبر عن شخصية الرجل، وتعتبر جزءا أساسيا من أناقته، لذا يصبح اختيارها شيئا ليس بالسهل على الكثير من الرجال. كيف نختار ربطة العنق المناسبة؟ حسب إذا رايحين على شغل أو على ميتينج، وبذات الوقت كمان حسب إذا كان الصبح أو المساء أو بعد الظهر. أو إذا في مجال إذا كان رايحين الصبح على ميتينج كمان في إلى تاي معين نقيا نلبسها. إذا كنا رايحين على شغلنا فينا كمان ننقي تاي كمان بتكون غير ستايل. وإذا كنا رايحين على بالوقت بعد الظهر، إذا كنا رايحين ميتينج مع شركة تانية أو مع المانجر تاعنا فينا باجتماع شغل كمان فينا ننقي تاي معينة. وللسهرة بالليل كمان في تايز بتكون غير شيء، بتكون غير ستايل عن تايز اللي بنلبسهم الصبح. هل بالفعل بأن ربطة العنق هي سر أناقة الرجل؟ أكيد. التاي كل ما غيرنا التاي نحن كأنه غيرنا البدلة كلها، فهي ربطة العنق لما نغيرها نحن غيرت اللون، يعني يكون عندك البدلة أنت لبستيها على كرافات لنقول صفرة، لبستي كرافات موف كأنك غيرت البدلة كلها. فكرمال هيك هي سر أناقة الرجل بكل شيء. وبذات الوقت الملوك من زمان كانوا يلبسوا التاي ليتجملوا، وهي كان ما يلبسها إلا الملوك بحثاً عن التميز. بحثاً عن التميز وبحثاً عن كثير إشياء، أنه هي كانت تنصنع من السيل الحرير، فالحرير هو كان لبس الملوك. ذكرت بأننا نختار التاي بحسب المناسبة، فلنفرض على سبيل المثال أننا من المجموعة التي لدينا الآن نبحث عن ربطة العنق المناسبة للفترة الصباحية لاجتماع، ماذا نختار؟ فينا نختار مثلاً هيك شيء، هيدا ستايل هو كثير كلاسيك. طبعا وهيدا الستايل فينا نلبسه على كل شيء، مثلا مثل هيك تاي فينا نلبسها على كل الوان البدلات تقريبا. نعم. اسود او كحلي او جراي. نعم. او في عندنا اللون اللي بيقولوا له تشاركو اللي هو بالرصاصي. نعم، الرصاصي الغامق. الرصاصي الغامق فينا نلبس له قميص ابيض او قميص ازرق بيبي بلو اللي هو ازرق فاتح. نعم. فينا كمان نلبس عن الالوان الفاتحه، كمان هيك الوان فاتحه فينا نلبسها الصبح. نعم. دائما هو اللون الفاتح بنقيه ليعمل كونتراست، دائما هي التاي هي كونتراست بين القميص وبين البدله، يعني انا اذا بدي البس بدله بني مثلا في البس هيدي مع لفتح لون البدله. نعم. يعني ما معقول البس دارك كلر مع دارك كلر الوان غامقه. في دائما واحد الالوان الفاتحه للفتره الصباحيه، هي الفتره الصباحيه اكثر من انه تكون لبعض الظهر للمساء، لانه بالليل دائما لها الوان خاصه وبكون ستايل معين وفيها لمعه بكون التاي. نعم. فكرمال هيك نلاحظ ان بعض من ربطات العنق ساده، البعض مخطط، البعض منقط، هناك دوائر، ماذا عن هذه الاشكال؟ هل ترتبط بالمناسبه ام بالفتره الصباحيه ام المسائيه؟ هي ما بترتبط بالمناسبه اكثر ما او بالفتره اللي بدنا نلبس فيها التاي، قد ما بترتبط بانا شو بدي البس. يعني انا اذا بدي البس بدله مثلا فاتحه ومقلمه الريال فيها غامق، ما معقول البس كمان تاي تكون مقلمه او لونها غامق. بصير بدي البس كمان يا هيك شيء كرافات تكون بوانتيه منقطه. نعم. او بدي نقي كمان تاي بلين. هون بتصير الشغله بترتبط بالقميص، اذا انا بدي البس قميص بلين ساده او اذا بدي البسه سترايبس واللي هو مقلم. نعم. او اذا كنت بدي البس هيك شيء قميص هو وانترنك، بتكون القبه بيضاء والقميص هو ستايل ثاني، يعني القبه بيكون يا سترايبس يا بيكون مخطط او بيكون معلم بالعرض. نعم. او بيكون مثل هيدا مربعات صغيره. هذا يصلح مع ربطة عنق ساده؟
هيدا في بامكاننا ان نختار شيء، يعني ماذا تختار لهذا القميص مثلا؟ هيك قميص مثلا هو لانه كثير مقلم بالعرض وبالطول، هيدا ما فينا نلبسه الا قميص ساده، هي بتكون احسن ربطه عنق ساده. ربطه عنق ساده يعني فيني البس هيك شيء بس بتطلع كثير اذا بتلاحظي معجقه. نعم فهون انا بفضل انه نلبس هيك شيء تاي، هي بتكون عامله كونترست مع القميص. نعم. مع الوان القميص مع التاي ومع البدله اللي بدي البسها. نعم. ماذا عن الذهاب لمناسبات كسهرات اعراس؟ اذا انا رايح احضر عرس كنت انا معزوم على عرس في شيء معي بدي البسه. نعم. اذا كنت من اهل العريس او من اهل العروس كمان في شيء بدي البسه. يعني ما في البس شيء كثير يكون فلاشي كلرز. نعم. وانا اكون لون فاتح او بالاحرى هو لون فاقع يكون. نعم. ما في البس لون فاقع كثير ويكون كثير فيه لمعه وانا اكون معزوم على العرس. نعم. لانه دائما معروف انه العريس بيكون هو مميز عن كل العالم ولابس كثير شيء فيه لمعه، اذا كان لابس توكسيدو سوت. نعم. او اذا كان لابس جيلي فولار. نعم. بذات الوقت كمان اهل العريس بيلبسوا مثلا الوان لنقول مثل هيك شيء فيها لمعه. نعم. فما حاجي البس انا في شيء كثير يكون فلاشي. دائما بنقي اشياء تكون يعني في البس انا هيك شيء مثلا هيدي فيها لمعه. نعم. بس كمان بدي يكون لابس لنقول طابع رسمي ايضا شيء معين، يعني هيدي مثلا بلبسها مع قميص بيضة على بدله جراي انتراسيد بيطلع حلوين، او على بدله كحله كمان قميص، او فيني البس نفس الكلر بس يكون افتح مش نفس اللون. لانه تيعملوا كونترست مع الالوان ما اكون كثير انا الواني فاقعه يبين انا العريس. نعم. ماذا عن موضه ربطات العنق؟ وايضا هل من موضه في الالوان؟ اما الالوان متداوله بشكل يومي يعني؟ هي الالوان دائما هي بتكون متداوله كثير، يعني اذا بتلاحظي لون الموف هو لون يمكن درج السنه الماضيه او اللي قبلها وبعده لهلا دارج هذا اللون. لون الكحلي هو بيزك كلر، يعني ما في انا الكحلي والأحمر. وفي كثير عالم بحبوا اللون الاحمر على الـ على الـ على كل انواع الكرافتات. اللون الاحمر درج من كذا سنه وضل، يعني ما راح ضل، بينزل لون جديد اكثر انه في لون ما بقى ينلبس، لا بالعكس بينلبس بس في لون جديد بينزل، يعني غير عن الموف او غير عن الاحمر بينزل لون جديد، موف غامق موف فاتح اصفر. بالنسبه لربطه العنق ما في موضه، عندنا الربطه الرفيعه وفي ربطه عريضه، وفي ربطه بيقولوا لها بمصطلحاتنا نحن العربيه هي الجوزه، يعني في عندنا هيدي يعني في هيدي الربطه، هيدي اكثر شيء ربطه صغيره بيلبسوها الامريكان والانجليز. هن هيدي هي ربطة التاي اللي عندهم اياها من سنين كثير طويلة لهلا بيربطوها بهالطريقة. نعم. وفي عنا كمان اعرض شوي، الربطة اللي اعرض شوي بتجي مثل اللي ايطالية؟ مثل اللي انا لابسها مثلا، هيدي ايطاليان ستايل، كل البراندات في اغلب البراندات الطليانية بيربطوها هيك. هلا في كمان هناك ايضا ربطة اعرض، في اعرض من هيك بس لما بدها تكون اعرض سوري ما حقدر اربط لك اياها اكزاكتلي، يعني بدي اربطها اعرض، يعني اذا بدي اقول لك بهيدا الحجم. اوكي هيدا الحجم مثلا انا فيي احطه على قلنا مثل ما قلنا قبل شوي على هيك قميص، لانه اكيد مني ما لابقين على بعض، بس يعني هيك تقدر غطي انا المسافه اللي بتكون هون وهون. بذات الوقت بدي اختار تاي تكون عريضه لا اقدر اغطي هيدي المسافه وتطلع معي ربطه العنق عريضه.